تتبيله الفسيخ الخطيره الخطيره. نعم اه حاضر ماشي. عباره عن ايه بقى؟ طحين طحينه. لخبطتني. طحينه ماشي، ليمون طحينه كتير، ليمون كتير، ثوم، فلفل حامي او بارد زي ما انتوا عايزين. الوصفه دي يا جماعه اعملوها كده وانتوا مغمضين، هتتبسطوا بيها قوي قوي قوي. خلاص او خلصنا كل الحاجات ايه اللي هنا ماشي. نحط ميه دافيه عشان الطحينه كده اهو، ونقلب لحد ما تبقى كريمي خالص. بس زودت الطحينه شويه. نقلل بس شويه طحينه لحسن انا ايه زودتها شويه. اهي كده. بصوا هي الميه دي مش سخنه اللي في الكاتل، انا خدتها بس ما سخنتهاش. خلاص اهي، يبقى حطينا طحينه، حطينا ليمون، حطينا فلفل حامي، خلاص حطينا ثوم، وهو نزود الليمون شويه. مش محتاجه زيت قوي لان الطحينه اصلا بيبقى فيها كميه حلوه من الزيت. حاضر ماشي، نقلب كده. وبصوا بقى هنحط فيها ايه ده بقى، عشان هما بس ايه نسوا يطلعوا لي الفسيخه الكامله. شايفين دي؟ هننقعها لمده 4 لـ5 ساعات اهي كده. بصوا من كتر ما انا نقعاها، بصوا انا دي مثلا يعني انا الباقي مش حطاه بشوك، ده مش حطاه بشوك، دي اللي حطاها بشوك عشان اوريكم بتبقى عامله ازاي. بصوا الشوكه بتطلع، طبعا احنا عارفين ان شوكه الفسيخ بتوجع. بصوا الشوكه بتطلع ازاي بمنتهى السهوله اهي، طلعت بمنتهى السهوله. السهوله عايزه اقول لكم بقى طعمها خطير خطير خطير، يعني نحطها كده 4 5 ساعات كده في الثلاجه قبل ما ناكلها، مش قادره احكي لكم جميله ازاي. حلوه قوي قوي قوي، ودي انا عاملاها بالذات للناس اللي ما بيحبوش الاختراعات قوي بتاعه الفسيخ كده.